طب انت شفت حاجة معينة خليتك تبقى كده؟ افتح المصحف. هو نايم؟ خجاله؟ حاجات كل اللي انا ذكرتها يعني. ممكن تترجم لي اللي قاله؟ بيقول لك كان نايم وواحد جاله اخ رأى يعني؟ رؤية يعني في المنام. وقال له اقعد هنا كده اهوت وافتح المصحف. اقرأ آية واحدة. كانت ايه الآية؟ آية ايه؟ الآية وانا اقراها. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. دي الآية اللي انت قرأت لك في المنام وبعدها قطع بقى ومشي. عمل له يعني قال له هيبقى في لقاء تاني. مسك ايده. يعني هيجي له تاني. وجالك تاني؟ لا لسه. مين ده؟ طب مين اللي جالك في المنام؟ شكله ايه؟ لابس بقول لك لابس جلابيه بيضه. لحيه بيضه؟ ولحيته طويله. لابس طيب. طويل. مين ده؟ ما يعرفوش يعني اول مره يعني. ومن ساعتها ما بينطقش. الحقيقه دي معجزه. سبحان الله. يعني دي معجزه. انا لم اراها من قبل الحقيقه يعني. يعني انا مندهش. يعني لولا ان انا كمان معايا تقرير طبي بيقول ما بيتكلمش من وزاره الصحه المصريه قدام حضراتكم. يعني ما عندي يعني. طب انتوا ما فكرتوش يعني ما فيش تفسير حضرتك؟ يعني احنا يعني اتخذنا كل السبل اتخذناها. طب يعني الطب قال ايه؟ طيب يعني التقرير بيقول ما بيسمعش ومركب سماعات لكن ما بينطقش وبينطق في القران فقط. سبحان. وبعدين ده صوته جميل. نعم. يعني واضح ان طب انت هو حافظ القران ازاي بالطريقه دي قبل ما يعني قبل ما تحصل الحاجه ديت يعني. يا سبحان الله. يعني كان حضرتك كان على موعد يعني مثلا بعد الحفظ جات له عملت له حصلت له بقى الحادثه دي خلاص طب بقى لحد كده. انت بتحب القران؟ الحمد لله. الحقيقه انا يعني بالتاكيد لازم نقف قدام